تعال تعال عدم طري. انا بسالك شوف شوف بس قول الجواب. هاي السؤال قول لي الجواب هنا قبل ما ترسمه، بعدين ارسمه خليه يعرف. شوي شوي يا مات انا اجيب له حساسيه. ارسمها وهو يعرفها. هو يعرفها ايوه بس لا تتكلم. يرسم الجواب ولا يرسم الجواب؟ نعم انا اقول السؤال. السؤال يقول يعني هو ما يعرف السؤال والإجابة زي المرة فاتت. السؤال هو ما هي هوايتك يا عادل المطيري؟ خلاص اسكت لا تجاوب. الله الله لا تكلم. اقدر اقول عليه كم عنده؟ ما في ثواني صح؟ النقيب ياخذ وقت مفتوح. ايوه خذ وقت مفتوح لحد نهاية الحلقة. ما في مشكلة. شوف كيف جالس ما ورانا شيء. النقيب ياخذ وقت مفتوح. انتهى الوقت. لا لا اصبر 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 خليه ياخذ وقت مفتوح النقيب من حقه. بالله مي واضحة. يا عادل لا عادل عادل ما هي واضحة. عادل لو سمحت لا تحاول تلمح. ما هي واضحة. يلا باقي 10 ثواني. اجاوب الحين ولا ايش اسوي؟ ولا اقول السؤال؟ لا انا قلت السؤال. السؤال ايش هو؟ السؤال ايش اسمه امك؟ لا من جد عشان الوقت. ما هي هوايتك؟ هوايتك؟ السفر يا شيخ. هذا سفر ها؟ وين السيارة في الموضوع؟ ابدا اجاوب معي 60 ثانية. لا انت انت 60 ثانية راحت والله. خلاص راحت. هذه سفر شنو سفر؟ 60 ثانية ما شاء الله. الرحلات وال الطلاب والله انا بحاول معي وقت معي. لي 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 انا ما ادري شو اسوي. اعلامي انتهى الوقت. تمثيل انت ما انتهى التمثيل. والله انتهى. لا ما انتهى التمثيل. التمثيل هذا مسرح. عباس لا تخرب اللعب. رهيب مسرح. هذا مسرح. اي والله الحمد لله. هذا مسرح. انا جيب قاعد التمثيل. انا جيب قاعد التمثيل كويس تمام الوضع. ما تحسب هذه ابو عباس. ايوه وانت المشكله قايل لي قبل شوي ما تحسب. ما تحسب بس ثلاث دقائق. ثلاث دقائق يجاوب اقسم بالله العظيم. يلا معانا يا لبطة تجمع هنا كل موعود وافعالنا قبل انا قوى. عجز قوم يا سلطي. لا 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 كمل عباس. لا سؤال سؤال. لا عباس شفت ما قلت لكم من يلعب. طيب السؤال هو السؤال هو ما هي وجبتك المفضلة؟ جاوب جاوب هنا شويش. تعال 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 مرة ثانية. جاوب هنا هنا. تعال هنا تعال اسأل. لا ها هنا صلاتي عادي عادي قصدك هذه. اصبر اصبر اسعدنا صلاتي مع زميلي. شنو زعلانين مالكم؟ ايوه قصدك هذه؟ قصدك هذا؟ لا 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 ها ها. يلا معانا يا الابطال اسمع هنا. يلا تفضل تفضل. ما تأشر ترسم بس. ارسم بس لو تأشر. يلا يلا بدا بدا. يلا يلا اجلس يا صلاتي. يلا صلاتي اجلس اجلس اجلس. عادي تقدر ترسم مكوناته على حبه حبه. مكوناته حلو. اسكت زائد. هذه فطيره. فطيره صح؟ ما ايه تميس. لا لا هذا تميس يا ناس لا يتكلم. هذا تميس يا ناس لا يتكلم. حلو كمل. معصوب معصوب. احسن ها احسن. لا حقيقه صح والله اجابه صح. هذا معصوب. عندي بطل واسمه فلان ما تقدر تجاري هالحين قدام المين. شكرا اعزائي المشاهدين على مشاهدتكم. الله اليوم انا والله ما راح اتكلم. لظرف طارئ انتهت الحلقه الان هنا. نعم لان غيب يعرف معصوب بدون ما يرسم ذاته. التواطؤ شوف حتى من الشاشه ذاتها. يا اخي اعمل لكم شنو يا اخي. يا لو سمحت لو سمحت يا محمد عباس الانسان هذا سريع بديع. السؤال الثالث يقول لا تكلم معايا. السؤال الثالث يقول يلا اكتب لي اياه. اسكت قول السؤال. طيب مالك انت خليه بعدين. والله عباس مالك فقد السيطرة عباس يا جماعة. ما هو تخصصك؟ نعم هي ضبطها والله. تبغى الصراحة يا مخرج امام مسجد خطيب. اي 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 خطيب. ارسم مالك صلاحة امام مسجد مالك صلاحة درس حلقة. شوف تخصص جامعي. دراسة اسلامية. احسنت احسنت. الله اكبر.
انت ايش رايك؟ سؤال اللي قبل انا قال مهنته ما ادري ما فهمت زي الناس انا والله لكن التخصص في الجامعه اي واضح دراسات اسلاميه يعني مسجد حيخرج منه ايش؟ عادي عادي السؤال يقول سؤال اخير مقدم يعجبك في المسجد ان شاء الله ان شاء الله ترسم الحمد لله اي زول الحمد لله ما عندي شغله بك الحمد لله حيعرفوا يا سلام لا اصبر عادي حط عادي براحتك خذ راحتك اكتب عادي اكتب معلومات لا تكلم انت يا معد يا مخرج يا اي جني احمر قاعد ورا الشاشه ما يتكلم حلو انا لا احد يتكلم هاني مقبل احسنت والله هاني مقبل يا اخي ما هو ما رسم ما رسم هو ما رسم بس اسمع لا 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 عندك لا. اسمع عندكم اعتراض ان هاني افضل مقدم ما أيوه. عندنا اعتراض عندنا اعتراض على الله مشاكل انا داير مشاكل هذه يا والله اللي جاب الصح يا اخي بالله والله اختر مو هذه مقبل عندي انا اي والله والله يا اخي ما يصير هذا مشكله يا شباب تعال 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 فيديو تعال فيديو تعال فيديو تعال يا جماعة الخير صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد الآن أنا علاقتي بالإجابات شيء أنا تمشكلت مع الإدارة مع إقبال مهندس الصوت مع مين مع برلا اللي جيب لنا شاي تمشكلت مع مين عباس أنت إيش تبغى من حياتي وأنا أعطيك ما في مشكلة أنا أعطيك قطتك تخرج من قلبي ارسم أنت أهنيك على سرعة البديعة عند البديهة والله أحب أهنيك إنك أنت إنسان عسل وفعلا قولوا فعل نشوف الصليطي شو معلش أبو حذيفة يا مخرج أبو هذا أبو حذيفة أول سؤال أول سؤال تعطيني ثلاث دقايق معلش هاني مقبل أنا كنت تبدين وقت طويل محترم عندك فلسفة لك هاني مقبل وقت أكتب جواله لا والله ما يبتدي تدري شنو الله قلت هاني كذا ما قالش السؤال قال السؤال أنت جاي وراي بس قال السؤال ما قال السؤال أنا أوريك قال بعدين دي كيف هنا حتى انت تضحك هذا اسال السؤال ايش الجواب لونك لونك المفضل طالع فيني يلا بسم الله على بركه لونك المفضل العب يا تايمر لونك المفضل تعال وقف اسود اوقف هنا ازرق الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك لا قلت له اسود قال لي لا قال لك لا قلت له اسود عمل لي كذا قلت له ازرق قال لي كذا سوري قال لي كذا ازرق عمل لي كذا قال لي صح يعني صح انا ما قلت الاجابه عباس انا قلت الاجابه والله بس بعد ما قلت الاجابه تزعل من بديهتك السؤال الثاني انت عسل السؤال الثاني يلا لا بقول السؤال الثاني بس انت رايح الحج افتهم لك الله يتقبل هو عشان كذا الله يقبل السؤال الثاني منشد يعجبك ابو ترى مو لازم تجاوب اجابه صحيحه لا لا تقول اي مشد في راسك حج ولا رايح فين انت ارسم لي مشد ساحل خليه يكتب لك يلا ها اي قول لي قول لي اكتب اكتب الاجابه يلا سلام اكتب يلا حلو اتحداك يا واد لو جبته انت فنان كبير والله حط كاميرا هنا حط كاميرا هنا عشان تشوف وجهه تعبير وجهه تعال كذا ابعد ايوه كلهم عندهم عيون كلهم عندهم نخرين كلهم عندهم ما يصلح لك ماشي يا شيخ لو جبته انت محمد عباس الله عليك يلا الله عليك ابو معن مين اسطوره والله انه سبوره بس يلا بس يلا ممكن اسال يلا بس يلا قبل شوي يلا قلت سرعه كذا صار هاني سرعه والله تحمست شديدا هذا صار هاني الان هذا ايوه هلا اجين لازم هذه اجين والله كيف كيف يلا انت اسمع انا ابراهيم النقيب انت عدن مطير يلا ما هو مقدم معجبك في المجد حط 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 بس هاني مقبل الله عليك هاني مقبل الله اقول كيف يا اخي اول شيء هاني مقبل وشه ما مدور لا مدائري اسكت ما وشه ما مدور انت ما ثاني عنده دقن هذا مو اقدر ما رسمت الصلعة يعني انت أسمع. هو على اقل رسم نظارات على اقل يعني انت فايز ولا كلمة فايز ما حسن زعلان ده السؤال اللي بعده وش تخصصك اكتب لي هنا عادي شخمط عادي يلا معانا يا لبطل يلا بسم الله عباس 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 ممنوع جوالات عرفت السؤال يلا عباس تايمر تايمر وش تخصصك تخصصك الجامعي دراسه يعني بزنس حزب محاسبة الله اكبر دولارات المحاسبة خزنة المحاسب ما هو مسؤول من الخزنة نعم انت قريت وين لا 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 استغفر الله
شوف اذا معك اسمع اذا معك كلام تعال خاطر اللي ما تكلم الضحك والله أشفى. انا وطالب فشفة وش الاسئله السهله هذه دقيق يا عباس المهم شفشف غليلي اقول لك شيء اذا عندك كلام تعال كلمني لا تكلم الضيف اكلمك انت والضيف خاف منك انا ولا خاف من الضيف انت ما انت خايف من احد لا ما خاف طب كل عشان نحترس بس احب اهنيك اخر سؤال هو قول السؤال عادي وريه الاجابه وريه الاجابه شوف انا والله ما طالع شوف حيوان حيوان تحب اقتنائه حيوان تحب يكون عندك معاك حيوان اوكي اوكي قلت له قلت له ابدا تايمر يلا ابدا التايمر ما حجاوب الا بعد 20 ثانيه عشان اجيب ما يجي مرض نفسي لا انا عايد بالعكس والله ابغاك تفوز تنبسط الجولتين ورا بعض اللي موجود علينا قبل هلق وقال شوف رسم حقيقي قاعد ارسم رسم حقيقي ده والله على بليسك هل هو بسه؟ بس هل هو كلب؟ هل هو سباحة هل هو دلفين هل هو حصان؟ الله أكبر شفت حركة الآن لا استريح تعال 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 لا لا والله تقوم بوكس تعال تعال يا ميديو يا حبيبي تعال ابغاك موضوع معلش الان مشاهدينا الكرام والله احنا قلنا رسمه هذه لها علاقه بالرسمه يا عبد الرحمن عادل اجيب اسماءكم اللي في الكنترول كلكم ها هذه صح ابراهيم صح هذا عادل هذا من ضمن الرسمه دي لو تركز انا ما حزعل حج يا حاج حج يا حاج خلاص انتهت ها لا انتهت حياتي عمري انتهت بس طبعا هذا خيل عربي ما هو ها هذا خيل عربي هذا بس يا رجال ها يعني هاني مقبل مشينا هذا خيل ها خيل والله في علاقه بينه وبين لا لا ما مش كمان بالله خذ خذهم ما عندنا وقت انا حبعد خذهم لحاله بالله نبغى نشوف الخيل دامك تبي تشوف الخيل شوف هاني مقبل معه لا ايدي هذا هاني مقبل انا قدرت اعرف انه خيل ليش خيالي واسع خيال من الخيال شوف دقيقة هذا خيال من الخيال دقيقة هذا خيال ها ايوه ها آمنا نعم. بالله نعم هذا مش هاني مقبل والله ليش قول لي ليش اسألني عشان أعرف ليش لأن الدنيا كلها ظلام هو مفتح عيونه بس عيونه اللي باينة يا سلام هذا هاني مقبل بعيد صح شوف ها نقطتين هذا هاني جاي من بعيد نقطة لا هاني مقبل معول ابن صالح لا تتونس معول ابن صالح انت قاعد تتونس انا قصدك كذا ايوه اطلع برا انت قاعد لا تقدر اخذ من المجد وين 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 على الشباب تواطؤ هذا لا هذا مو انا مو تواطؤ هذا ما شغل انا رجع برجع هذا توطب بطننا هذا توطب بطننا الجوله يلا الجوله سوينا زحمه هو مين ذا قبل الاخيره ابو قلوب حقك كانت النتيجه ايش تعادل شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.